كرمت اليوم الطبيبة الطاجيكية جولي روف بعد الإفراج عنها أمس بمحافظة مارب من الاختطاف الذي استمر ما يزيد عن 3 أشهر. وفي حفل التكريم أكد وكيل محافظة مارب علي محمد الفاطمي أن أجهزة الأمن لن تتهاون مع الخارجين عن النظام والقانون، وأنها ستلقي القبض عليهم. من جانبها عبرت كلمة منظمة المجتمع المدني عن سعادتها بعودة الطبيبة السالمة وحصولها على حريتها بعد نضالات كبيرة للمنظمات من فعاليات احتجاجية ومظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحها.